يلا شباب احنا بنصور عشان نعرف مين اللي كان شغال ومين اللي ما اشتغلش بالصوت والصور، اللي بينزل وما ينزلش من الاتوبيس عشان يتعمل فوقه بقى تكريتب قدامكم كده عشان اعمال السنه تتاخد بناء على مجهودكم. يا شباب يلا بسرعه شويه، احنا بنصور اهو عشان اعمال السنه على مجهودكم في الشغل، اللي بينزل واللي بيقعد في الاتوبيس كده باين كله مصور عشان ما يجيش حد يقول لك انا كنت شغال. انتوا كلكم بالصوت والسرعه، يلا نستلم ميه عشان ننزل جبل اطران. يلا بسرعه شويه لو سمحت، انتوا كده بالصوت والسرعه معروفين بقى مين اللي نازل وبيشتغل معانا نشيط ومين اللي قاعد ياكل وسايبنا كده. يلا بسرعة كله ينزل، محدش يقعد في الاتوبيس، اللي هيقعد خلاص اتصور واترسم عشان يجي ياخد اعمال سنة مش كويسة ما يقولش بقى انا كنت شغال اهو. ولا ارفع راسك فوق، ايوه ارفع راسك فوق، اهو صوت وصور. يلا يلا انزل ماشي على طول يا شباب، اللي ينزل يمشي، اللي استلم ميه يتحرك يلا ناحية الجبل. يلا يا شباب اللي استلم ميه ينزل. يلا يا شباب على حمولي، يلا اتحرك يا شباب. نمشي ازاي طوالي؟ ايوه ماشي معايا واحده، انا خدت واحده منهم. طارق ولا حماي. يلا يا شباب اللي استلم ينزل بسرعه. الشبكه بتروح خالص. ايوه جبال ايه؟ هو بقى ده يبقى اول حاجه الرسوبيه ممكن نلاقيها موجوده على هيئه طبقات. خلاص طيب ممكن المتحوله من اصل رسوبي تبقى على هيئه طبقات. طب في حاجه تانية ممكن تاكد لنا هي رسوبيه ولا لا؟ ايه تاني؟ حصل لها ان فيها قروشة، يعني فيها قروشة برضك ممكن متحوله والنريه بيحصل لهم قروش. يعني انتوا دلوقتي قلتوا رسوبيه لان موجوده على هيئه طبقات، وده صحيح فعلا 99 من الصخور الرسوبيه موجوده على هيئه طبقات، بس احنا عندنا برضك الصخور المتحوله من اصل رسوبي ممكن تكون موجوده على هيئه طبقات، فاحنا عاوزين كمان صفه او اثنين تسهل العمليه. مون يفكر ممكن نلاقي ايه؟ بيت موجوده فين يا جماعه؟ اهو الدكتور طارق بيفتح لكم الطريق اهو. في احافير ممكن نلاقي احافير ولا ممكن. طب لو لقينا احافير تبقى ناريه ولا رسوبيه؟ رسوبيه. طب ممكن رسوبيه متحوله؟ لا لا الحافير هتطلع ايه؟ تشوب. تشوب يبقى ده سنة. طيب درجه الصلابه هل ممكن مين اشد الصلابه؟ الناريه والمتحوله ولا الرسوبيه؟ الناريه طبعا، واقلهم رسوبيه. ولذلك دايما بنقول كده عندنا الصخور الرسوبيه بنقولها سوفت روكس، مسميها ايه؟ سوفت روكس. اما الناريه والمتحوله نسميها ايه؟ هارد روكس. واضح شباب؟ اذا دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنلاقيها. تاني حاجه بقى ان احنا من ضمن الحاجات ان في حاجه اسمها سيدمنتري ستراكشر. خدتوا برايمري سيدمنتري ستراكشر؟ تراكيب رسوبيه اولين. طبعا اساتذه الدكتور جمال والدكتور طارق دول اساتذه الرسوبيه والسيدمنتري ستراكشر. انا طبعا ما تعرفيش بيها الدكتور محمد صبحي طبقات. وحافير كبير يعني المفروض سنه ثانيه بقدمها طبقات. يعني استراتيجرافي طبقات يعني ايه؟ استراتيجرافي اللي هي صخور رسوبيه يعني ايه؟ سيدمنت روكس. تمام يا شباب كده؟ فاحنا دلوقتي بقى طيب هل كل المنظر واحد؟ لا. طب ايه اللي انت شايفينه دلوقتي؟ ايه التنوع بقى اللي احنا شايفينه؟ اي حد يقول اي ملاحظات كده؟ ده صخر ده وده نازل لتحت. تمام ده اللي نازل لتحت ماشي. طب في اللون الاول خلينا في اللون. كل لون واحد ولا لون مختلفة؟ عندنا كام لون تقريبا؟ اللي هو ايه؟ احمر واحمر واحمر ابيض ابيض اهو يا عم. اه ده في اخضر يا دكتور. اخضر في لبن بيخضر كده. في براون في لبن يا دكتور لبني. فين ده؟ اهو اخضر ده يعني الطبقة يعني. ده بيسميه مخدر جرينش جرينش جرينش. واضح شباب؟ طيب بالنسبة للتراكيب هل كل الطبقات الرسوبية اللي قدامي عبارة عن لامينيت؟ عارفين لامينيت يعني ايه؟ أول عارفين الفرق بين لامينة وطبقات يعني لامينة مهمة. طبعا دكتور طارق دكتور جمال ربنا يكرمه بيفتح لنا حاجات اهي، فرق ما بين اللامينة وما بين الطبقة. حد عارف؟ لا مش حد عارف؟
دكتور صغير. بص اللامنة هي عبارة عن طبقة صغيرة سمكها في حدود 1-2-3 مللي، واضح؟ أول ما حجمها يكبر عن السنتي واتنين سنتي وتخش 5 سنتي فيما فوق لحد 100 سنتي و100 متر كمان بتخش تبقى طبقة. يبقى اللامنة هي عبارة عن طبقة، بس الفرق ما بين الطبقة واللامنة إن اللامنة سمكها صغير يوصل للملي متر 5 مللي لحد 2 سنتي 5 سنتي، حجمها بيكبر وبتوصل ل 2 سنتي 5 سنتي لحد 100 متر بنسميها ايه؟ طبقة. فاللي قدامنا ده بقى لامنة ولا طبقة؟ طبقة. 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 كلها على بعضها طبقة، ولكن عبارة عن مجموعة طبقات بنسميها ايه؟ زين لامينيتد. بنسميها ايه؟ زين لامينيتد، اللي هي عبارة عن طبقة ولكن هي عبارة عن طبقات أو لامنة صغيرة موجودة عندنا. واضح كده؟ واضح. طيب حتة استراكشر، خدت استراكشر؟ يعني بتاخدوا مقطوعة. نبص كده اللامنة، أي لامنة كده في النص كده ماشي معاها كده، هي ماشية مستقيمة ولا في حاجة؟ مستقيمة. ماشية أفقية. طيب ماشية ممتدة ولا حصل لها حاجة؟ بص كده للخمس للجزء اللي على الشمال ده شوية ماشي مع أي طبقة لونها فاتح كده ماشي طوالي كده، خاصة اللي في النص في فوز. فولت يا دكتور. في ناس بتقول حصل حاجة. فولت. فولت يا دكتور. ودكتور طارق خلاص كده الحاجات لمحت أهو وشدوا كمان أهو. في ايه يا في شباب؟ فولت. فولت يا دكتور. اي الله ينور عليك. فولت او كاس. طبعا فولت او كاس ده خدته في الجزء التركيبية؟ اه. طب خدته انواعه؟ اه. مين الشاطر اللي ممكن يعرف لنا انواعه؟ تقريبا ما انواعه. طب اتجاه الميل الفالق فيه على اليمين ولا الشمال كده؟ اليمين. طيب دي ده طب بص مجموعة الطبقات اللي هي الابيض اللي في النص دي، سيبك من اللي تحت، اللي فوق منها في النص. الدكتور طارق اللي مواصل بقى فوق الدكتور طارق بالظبط كده، نفس المجموعه اللي فوق نزلت عند الدكتور طارق. يبقى مين اللي نزل؟ ايوه اه دكتور طارق شوف. طيب لو ناحيه الرمي وميل الطبقات نزلت من نفس اتجاه ميل الطبقات بيبقى فالق عادي ولا عكسي؟ عادي. بنسميه فالق عادي. ماشي يا شباب. او نورمال فولت. اه دكتور طارق عندك راح عنده بالظبط كده. اه دكتور ايوه. يبقى اذا احنا عندنا لو كسر او اتجاه ميل الفالق وحصل حركة للطبقات نزلت في نفس الاتجاه بنسميها فالق ايه؟ عادي. طبعا لو العكس الكسر كده ولكن الطبقات كانت طلعت العكس ده بنسميه ايه؟ عكس. احنا طبعا بس احنا هنا يعني الحتة دي عبارة عن كوكتيل جيولوجي معظم الحاجات، فاحنا هنتعرج على كل حاجة بسرعة شوية كده. واضح؟ من اهم الحاجات اللي احنا عندنا احنا قلنا مجموعة الطبقات دي لها حاجة اسمها بيئة ترسيب. اخدتوا بيئة ترسيب؟ لا لسه ما خدتش. اتكونت في بيئة مختلفة وعندنا الجزء الابيض ده موجود صح كده؟ وعندنا الجزء الاخضر ده. واضح؟ سريعا برضك عشان نبص بقى وما نضيعش وقتنا كتير، ان احنا عندنا الجزء الابيض ده هو عباره طبعا ده تعريف بقى انواع الصخور الصبية ده استاذنا دكتور جمال هيقول لكم عليه. ان هي دي النوع الصخر ده اللي هي عباره عن ازاي؟ دي عباره عن مد ستون وشيل والابيض ده عباره عن ساند ستون، وفرق ما بينهم دكتور جمال هيقول لكم. واضح؟ بس الحته اللي هقولها بس كده سريعا ان المنطقه ديت اول حاجه عايزين نعرفها ودي اللي المفروض كنت قلت لكم في الاول، بس احنا طبعا الشكل هو اللي شد انتباهنا، ان احنا لابد ان اول حاجه تعرفها ان انت نازل في منطقه لازم تعرف العصر اللي اتكونت فيه الصخور اللي احنا موجودين فيه. واضح شباب؟ اهم حاجه نعرفها ان انا نعرف العصر اللي انا كنت موجود فيه، بس ده انا اجلتها شويه لعده اسباب هنقول لكم عليها. الارض كلها تاريخ الارض كله يا شباب زي ما احنا خدناه في جيولوجيكال تايم سكيل هو عباره عن واحد كتب قصه حياته في اجنده، كل صفحه بالترتيب كتب قصه حياته وفي الاخر خالص مسك الاجنده قطعها ورماها في الصحن. فاللي عايز يعرف قصه حياته بيروح بقى ايه كل منطقه وجمع ايه حته. صعب جدا هتلاقي الاجنده كلها في حته ايه واحد، ولكن في كل منطقه هتلاقي جزء. اللي عاوز تعرف جزء من حياته هو كان ايه وهو طفل تروح ل تدور على الجزء اللي بتاعه وهو ايام الثانويه عمل ايه، بعد ما اتجوز عمل ايه، فاضل شكوه عمل ايه. كل ده مش هتلاقيه في حته واحده، صعب جدا، ولكن هتلاقي هو حاطط لك في كل منطقه جزء من حياته. نفس القصه، قصه حياه الارض كلها او التاريخ الجيولوجي للارض صعب جدا تلاقي مكان فيه كل تاريخ الارض، ولكن سهل جدا في كل مكان تروحه تلاقي جزء من حياه الايه الارض. وطبعا انت اتعلمنا في ثانوي كلكم التاريخ طيب جيولوجيكال تايم سكيل او مقياس الزمن الجيولوجي ان احنا بنقسم حياه الارض لكام حقب؟ ثلاث احقاب اللي هي ايه بقى؟ حقب الحياه القديمه المتوسطه والحديثه. وبشكل عام الاحقاب دي جايه من ان احنا قسمنا الارض
قصة حياة الأرض منذ نشأة إلى وقتنا الحالي لظهرين، اللي هو ظهر الحياة المستترة اللي احنا بنسميه ما قبل الكامبري لتقريبا ما قبل 540 مليون سنة، وظهر الحياة الظاهرة اللي احنا بنسميها الفانيروزويك اللي هي بقى عبارة عن الباليوزويك الميسوزويك سينوزويك. احنا في الجزء اللي موجود في الأرض هي حقب الحياة الايه؟ الحديثة. حقب الحياة يا شباب الحديثة. حقب الحياة الحديثة برضك عصور متعددة بتقسم للترشري وكاترني، والترشري برضك مجموعة عصور. احنا في عصر هنا اسمه عصر الأولوجوسين. عصر الايه؟ الأولوجوسين. واضح كده؟ عصر الأولوجوسين بشكل عام يتميز في مصر ان هو كان معظمه صخور كونتيننتال او قارة. تاني حاجة؟ تاني حاجة حصل نشاط بركاني. نشاط البركاني ده ادى الى خروج طفوح بازلتية اثناء تكونه وانفتاح البحر الاحمر وخليج السويس. واضح يا شباب؟ واضح. يبقى اذا احنا دلوقتي احنا لقينا جزء من تاريخ الارض في الحته دي اسمه عصر الأولوجوسين. اول حاجة. تاني حاجة ان الأولوجوسين بيتميز حاجتين في مصر، معظمه صخور بنسميها كونتيننتال او رواسب صحراوية مع رواسب قنوات نهرية ورواسب بحيرات بسيطة، وممكن هنلاقي اشجار وغابات هنشوفها دلوقتي. تاني حاجة ان الفترة دي اتميزت في مصر بخروج طفوح بازلتية، وده ان شاء الله اشهر منطقة في مصر جبل اسمه جبل اطراني اللي احنا هنقف عليه المحطة الجاية ان شاء الله. وده يعادله كده، حد فيكم راح ابو زعبل؟ حد فيكم كان ليه راح يزور على حد يزور حد ابو زعبل ده اللي بياخد اشغال شقة بعد هناك بيكسر في صخور البازل. صخور البازلت اللي هي نفس البازلت اللي هنا، الاثنين حصل لهم في نفس الزمن طفوح بازلتية صاحبة تكوينها البحر الاحمر وخليج السويس. اما البحر الابيض المتوسط ده قديم جدا، اقدم منه. واضح شباب؟ يبقى اذا احنا ما عندنا دلوقتي ان شاء الله النهاردة هنشوف صخور رسوبية وجزء من الصخور نارية ولا متحولة البازل؟ ناري. ناري. نوعه؟ احنا عندنا نوعين من الناري. بوسيفاليكسيوم. وسطح البازلت من انواع بركاني. اللي فوق احنا قلنا طفوح بتطلع على سطح الارض بركاني. سطح. واضح كده؟ انا مش قلنا لكم يا شباب، انا قلت لكم خدوا ميه وقدامنا طريق ساعه في الطريق. ها احنا كده بنصور اللي جه واللي ما جاش، اللي متاخر كله معروفه بالصوت والصوره، عشان اعمال السنه اللي يقول انا كنت شغال ولا كنت اول واحد اطلع الجبل نجيب له الفيديو ون... يعني هو دكتور اول واحد. هو دكتور جنبك اجري يا ابني. دكتور هشام شوف، دكتور هشام اول واحد سابق. ما هو الدكتور اتخرج خلاص، مش عايز ده. ما عشان هو قدوه اهو، هو قدوه حسنه لكم اهو. يا شباب واحنا ماشيين كده بقى نفكر دلوقتي، احنا حاجات خدناها في خرائط في سنه اولى، اشكال توبوجرافيه موجوده قدامنا. ها يلا بقى نقدر نطلع اشكال توبوجرافيه الاول كده قبل ما نوصل. يلا الاشكال التوبوجرافيه اللي خدتوها في خرائط سنه اولى الجيولوجيا عام واللي هما موجودين في سنه اولى دلوقتي اكيد بقى خدتوا خرائط في واحنا سنه اولى. خدتوا جيولوجيا عامه؟ ايوه يا دكتور. طب نبص كده بقى في كام شكل كده من الاشكال اللي احنا بنطلعها في التوبوجرافيك فيتشر في الخرائط الجيولوجيه. شكلين هو الهضبه بتبقى ارتفاعها اكتر من لا اقل من 1000 اقل من 1000 اكتر من 500. ايوه صح يا دكتور، 500 ل 1000 ده ثاني. هضبه هو في اقل من 1000 والاكتر من 1000 مسميه ايه؟ الهضبه. لو الهضبه اكبر من 1000 يبقى جبل. جبل، برافو عليك. بالراحه بس. طيب الهضبه، هل الهضبه كلها اسم واحد ولا لها اشكال؟ لها اشكال. ايه بقى هو اشكال الهضبه او انواعها؟ لا بقول لك لو عايز من 1000 عايز من 1000 عايز من 1000 تبقى هضبه؟ لا تبقى جبل. اقل من الالف. مفيش هضبه. اقل من الالف تبقى هضبه؟ تبقى هضبه. طب والتل قد ايه؟ يا دكتور يعني دي هضبه؟ دي مش هضبه. ما احنا بقى هنسال دلوقتي، ما ده السؤال بقى اللي احنا بنساله. هو التل قد ايه؟ برضك ده السؤال اللي احنا بنساله. هو ده تل. ما انا عايز تفكر. اصل الهضبه بتكون كده. وايه الفرق بين التل والهضبه اصلا؟ الهضبه بتكون مستويه شويه. الهضبه مستويه شويه. صح؟ صح. فممكن تبقى دي هضبه. والتل؟ ده تل وده، وده ممكن يبقى تل، ده هضبه وتل ايه؟ طب وده ليه تل بقى؟ عشان يعني مش مستوي 100 متر. يا عم انت ما هو خلاص احنا اتفقنا على الارتفاع اقل من 1000
بيبقى هضبه او تاني وفوقهم كده بيبقى جامد. ايه الفرق ده بالشكل العام؟ يعني الهضبه لاقل حد لا ايه؟ مش المفروض اللي هم زياده على 500 مثلا؟ لا لا الهضبه بقى انت عارف الهضبه هي مجموعه صفات على بعضها. تتلاقي الصفات دي نقول عليها هضبه. وهل احنا عندنا في مصر هضاب ولا لا؟ اه هذا 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 سانت كاترين جبل يا راجل. ايوه برافو عليك. هذا بتاع التل الكبير هذا الجلال اللي مبني عليها مدينه ايه؟ مدينه الجلال. مدينه الجلال الجديده أيوة. عندنا الصحراء الشرقيه هذا بتاع الجلال. عندنا هضاب ثانيه في مصر يا شباب. هذا بتاع التل الكبير. هذا بتاع التل الكبير. وفي سينا في هضاب لا ده مش تبت. لا التبت ده فين؟ لا ده تعرفه هضبة التي تي اه تي اه هي دي اللي هي يقال ان هي اللي هو تاه فيها بني اسرائيل. يعني يقال ايه يقال ايه تيهو تيهو فيها 40 سنه 40 سنه مش بني اسرائيل لما ما رضوش يخشوا مع سيدنا موسى فلسطين عشان قال لك فيها العمالقه ان فيها قوم جبارين اذهب انت وربك فقاتلا ان هنا ايه قاعدون. فربنا كتب عليهم انهم خلوهم يتيهوا في سينا كام 40 سنه في الارض. فيقال ان الهضبه دي اللي تاهوا فيها عشان كده سموها هضبه التيه. يعني ده من بعض الروايات هذا والله اعلم. خلينا بس في ابتداد جبل الاطران اللي احنا موجودين فيه ده. يعني ده جبل الاطران يا دكتور؟ اه ده امتداد للجبل. ده اشهر جبل. جزء منه طبعا مش كل ده الجبل. ده جزء منه. ده امتداد منه. دكتور مش الجبل اعلى من 1000 متر؟ هو ده 1000 متر؟ احنا بنسمي مجازا جبل الاطران. في تسميه بنسميها تسميه مجازيه. يلا بسرعه يا شباب. بزل. ممكن يكون بازل وممكن ما يكونش ولكن احنا الاول جايين هنا عشان نشوف الايه بازل. اول حاجه العصر اللي احنا موجودين في جبل اطران طبعا لخصوص موضوع ان احنا قلنا عصر الايه بلوجسين. عصر الايه بلوجسين. الرواسب هنا رواسب عصر الايه بلوجسين. معظم رواسب البلوجسين هي رواسب بحريه ولا قاريه في مصر قرية. مارين ولا كونتيننتال قاريه. الرواسب القاريه معظمها تبقى ايه حاجه اسمها كلاستيك او ايه فتات اللي احنا شفناهم ايه الصبح اللي هو ايه الصخور شفناها الصبح اللي هو ايوه مد ستون سلت ستون ساند ستون. ممكن نلاقي لايم ستون. اللايم ستون بيبقى مميز لايه للبحر. واضح هنا يا شباب؟ عشان كده احنا معظم الصخور قبل ما نشوفها دلوقتي هنطلع وطبعا نشوفهم ببعض ان هي عباره عن صخور كلاستيك ساند ستون ومد ستون. تمام. تاني حاجة الجزء اللي موجود فوق خالص طبعا احنا جايين هنا عشان نشوف بذر فاحنا بنتوقع ممكن نقول 50% 60% الجزء اللي فوق ده في قمة التالي ده عبارة عن ايه بذر بس ما نقدرش نقولها لما نوصل ونطلع ونشوف منها. واضح كده يا شباب؟ فاحنا في كل مكان عشان مش هناخد كل حاجة ونقفش كتير هنستفاد هنا حاجة مهمة جدا ان احنا دلوقتي امتداد جبل قطراني ده موجود في الفيوم. تاني حاجة الرواسب بتاعته هي رواسب عصر الأولوجوسين اغلبها رواسب قاريه سيلت ستون ومد ستون وساند ستون. في بعض التداخلات في عصر الاولوجوسين رواسب بحريه بس احنا ممكن ما نشوفهاش هنا هنشوفها في مكان تاني ونميز الحاجات دي كلها. زائد ان احنا اتعلمنا من الحاجات اللي انتوا خدتوها في خرائط سنه اولى او الجيولوجيا العامه ان انا من خلال الخريطه ممكن نطلع التل ممكن نطلع الهضبه ممكن نطلع ايه الوادي. طبعا الوادي اللي هو بياخد حرف ايه 8 اللي عاوز يعرف بقى ان شاء الله للسيشن الجاي هنعرف يعني ايه الوادي بياخد حرف في. بس هنا انا عاوز نتعلم ايه يعني ايه تل مخروط. واضح قدامكم اهو. طبعا في خطوط الكونتور كانت بتبان في الخريطه ايه دواير ولا مربعات ولا خطوط متوازنه دواير. اما الهضبه كانت بتبان خط الكونتور الايه ان اعلى جزء في الهضبه كان عباره عن ايه جزء كبير. اما التالت تلاقيه عباره عن دايره ايه صغيره. الهضبه تلاقي خطوط الكونتور بتاعها تقريبا مستطيله الشكل. التل خطوط الكونتور بتاعته تقريبا ايه دوائر وبعضات الشكل. عرفتوا ليه بقى دوائر وبعضات الشكل؟ يعني لو تخيلت ان الطبقه اللي في النص قدامنا دي هي خط كونتور هتلاقيه وبصيت فوق وفوق هتلاقيها عباره عن دايره. تمام كده يا شباب؟ يبقى اذا احنا اتعلمنا هنا في المكان ديت مجموعه النقاط دي عصر اللوجوسين جبل قطراني رواسب كونتيننتال سيلت ستون ساند ستون شيل. ثالث حاجه ان هي الموجود بالنسبه لنا احسن حاجه موجوده هنا الطفوح البازلتي. البازلت فلو والبازلت ده قلنا عصر اللوجوسين صاحب نشاط بركاني صاحب عمليه افتتاح البحر الاحمر وخليج السويس. نفس البازلت ده موجود في ابو زعبل موجود عندنا في سينا موجود في طريق القطاميه السويس. واضح؟ يعني ده من افتتاح قناه السويس والبحر الاحمر.
نعم قتلنا الفتاح قناه السويس من البحر الاحمر. النشاط البركاني اللي حصل كان من ضمن المناطق اللي حصل فيها هنا والسجل فيها في مصر المنطقه دي. يعني صوت البركان ده كان قريب من هنا مش ناحيه البحر الاحمر. لا البركان يا شباب احنا في حاجه هتاخدوها ان شاء الله في التكتونيه ان كان في حاجه اللوح العربي واللوح الافريقي الاثنين انفصلوا عن بعض كانوا قطعه واحده انفصلوا عن بعض وبدا يحصل نشاط بركاني ويحصل في انتوا خدتوا نظريه اللوح التكتونيه سمعناها خدتوا نوع السبريدنج ما بين كونتيننتال وكونتيننتال احنا عندنا لوح قاري اللي هي افريقيا مع لوح قاري تاني اللي هي اللوح العربي الاثنين بيتباعدوا مع بعض بيكونوا لي ايه محيط اللي هو البحر الاحمر ولذلك البحر الاحمر بيسموه امبريونيك اوشن اللي هو جنين محيط بيسموه ايه جنين ان شاء الله ربنا يديله طول العمر 5-6 مليون سنه هيشوف البحر الاحمر ايه ده محيط كبير بقى اللي ربنا يديله طول عمره والسعوديه قريبه مننا دلوقتي هتبقى ايه بعيد بالاضافه ان احنا هنقرب بقى من فرنسا واوروبا وخلاص هتروح ان شاء الله باريس بالعجل باريس بالعجل ليه هنعمل كوبري يا دكتور دلوقتي بيحصل تباعد ما بين اللوح العربي واللوح الافريقي بالاضافه ان هما الاثنين بيخبطوا فين في اللوح الاوراسي اللي هي اوروبا وايه واسيا وعشان كده بتلاقي في زلازل كتير جدا عند جبال زاجروس في تركيا والاناضول لان اللوح العربي بيضرب في ايه او السعوديه بالظبط اللوح بيضرب في ايه في تركيا كده الاثنين من تحت لتحت بيخبطوا ببعض وتلاقي عشان كده في الاناضول ومنطقه تركيا تلاقي فيها ايه نشاط زلزال كبير وعندنا في خليج السويس نفس القصه لانها منطقه ايه سبريدنج وبيبتدي يكون ما يسمى بالوشان كراست احنا بنخبط فيهم عشان بنتحرك كده زي مفصل شبه جزيره سيناء بص يا شباب انتوا عارفين بص ده اللوح الافريقي ماشي وده اللوح العربي وصراحة الله يرحمه الدكتور نوري اللي علمنا كنا صغيرين ما نعرفهاش قال لنا كده يا اولاد انتوا عارفين احنا سالنا نفس السؤال نقول له دكتور ازاي نفس اللوحين بيتحركوا في نفس الاتجاه وبيبعدوا عن بعض قال لنا شوف انت عارف كده لما تبقى ماشي وانت مع اخوك الصغير فانت وانت بتمشي انت اسرع منه رغم ان انتوا الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه ولكن ايه دايما بيبعد بينكم مسافه فهم الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه بس واحد اسرع من الثاني فعندنا اللوح الافريقي واللوح العربي الاثنين ماشيين في اتجاه الشمال او الشمال الشرقي او الشمال الغرب بيخبطوا في اوراسيا ونفس الوقت الاثنين بيبعدوا عن بعض عشان كده طبعا في البيزمنت وصخور الناريه المتحوله هتاخد سلاسل جبال البحر الاحمر في مصر هي نفسها اللي موجوده في السعوديه وفي السعوديه اللي راح فيكم بيسمع حاجه اسمها الحرات لو حد فيكم راح المدينه او حاجه بيسمعوا عن الحرات عباره عن نشاط بركاني حصل في نفس الزمن اللي احنا بنتكلم عليه ده لو عصر الأولوجوسين ظهر نشاط بركاني عمل في السعودية طبعا ده بتوع البيزمنت طبعا أكتر منها خبرة في حاجات ديت احنا بتوع رسوبية ولكن دي معلومات عامة بنقولها لكم ان ده النشاط اللي هنا مرتبط بتكوين البحر الأحمر وخليج السويس الاثنين موجودين مع بعض واضح يا شباب؟ تمام اهو اللي طلع الجبل هو اللي هيتصور واللي ما طلعش باين اهو اهو يا شباب اللي ما طلعش يسجل هنا اهو حماده ابو حماده اللي ما طلعش الجبل هيسجل معانا اهو شايفين الدكتور ايه طالع دكتور امون لا انا مش طالع كويس طلع ودكتور طاري طالع اهو يا شباب ليه ده طالع ايه طلع شيل ولا سلت ستون الصخور السوداء دي طلعت ايه يا شباب؟ اهو مين اللي ما طلعش ده ورا ده؟ مين اللي ما طلعش عشان يسجل اهو؟ الشباب اللي تحت انتوا سجلتوا هنا اهو ما طلعتوش. دكتور جمال اللي هناك في اتنين تحت اهو. بسم الله يا معين بزلت تفوح البزلت
قوم الكاميرا كده وقول لي احنا جاي بقى. ده احنا قايلين بزلت. احنا هنطلع نلاقي بزلت. انت خدت البزلت قبل كده في العملي؟ انت خدت وصف بس عينه يدوي بس، انما ما خدتش لسه تحت الميكروسكوب. لا. طب خدت تكوينه المعدني؟ تكوينه المعدني خدت معدن فيه، معدن مافيك ومعدن فلسك ومعدن فتحه ومعدن غامقه. خدت دي. ايه مثلا؟ هورن بلينز، اوليفين، بايروكسين، بايرقه، كلورايت. دي كلها معادن لازم تعرف. هو لونه الاسود ليه بقى؟ لان انت عندك طبعا من الصخور الناريه في مافيك وفي فلسك. وده في حديد؟ طبعا في حديد بس معادن الحديد. في معادن مثلا اولوفين مثلا. اولوفين ما فيه حديد. في انواع من البيروكسين فيها حديد. فدي كلها حاجات معادن غنيه بعناصر معينه من اهم عناصر الحديد، عشان كده لو واخد اللون الاسود. فانت عندك بقى الصخور الناريه دي، سواء ناريه بركانيه او ناريه جوفيه، في منها المافيك وفي الفلسك. مافيك اللي هي ايه؟ غامق، اللي هي فيها المعادن اللي هي لونها غامق، اوليفين، بيروكسين، هورن بلين وهكذا. وفي معادن فلسك لونها فاتح، بلاجو كليز، كوارتز. فده غني بقى بالمعادن الفاتحه ولا الغامقه؟ الغامقه. عشان كده يعمل لونه ايه؟ اسود. لونه اسود. انما مش كل حاجه اسود هيبقى. دي نقدر نقول عليها ان هي ديت حديد بس، لا ده صخور معينه. فاحنا ايه؟ مجموع الصفات معينه ونبتدي نتعرف على هذه الصفات، من خلالها بقى نبتدي نعرف ده وده. طبعا احنا عندنا اساتذه بقى كتير هيدوا لك بقى الصخور الناريه والصخور المتحوله، خاصه استاذ دكتور عبد السلام رشاد ما شاء الله عليه، يعني هو اللي علمنا الصخور الناريه والصخور الصخور. وعندنا ان شاء الله ما شاء الله يعني سلاله من الاساتذه في قسم حاليا. انما انا هفتح طبقات وصغير في الصباح طبقات يا جماعه. لما دي بدي لك معلومات لحد ما تعرفها بس. يلا يا شباب النزول، انزل يا شباب، وكل انزل بجنبه، ما حدش ينزل بالوش ويجري. انزل بجنبك وبالراحه. يا شباب في النزول اتبع تعليمات الدكتور طارق معاك اهو. ما حدش ينزل يجري عشان ما يتعورش. اتبعوا تعليمات الدكتور طارق معاكم يا شباب، وانت نازل محدش ينزل بسرعه. يلا يا دكتور شامه، دكتور محمد شامه، يا شامه، يا دكتور شامه، نزلهم بقى الله يكرمك كلك الاول قبل انت ما تنزل، نزلهم هم. يلا يا شباب بالترتيب كده. يلا يا شباب، يا شباب اللي هيقع هو نازل هننقص منه درجات، اللي هيقع هو نازل هننزل منه درجات في اعمال السنة. انزل بجنبك لو سمحت. انزل بهدوء يا شباب. يلا انتوا انزلوا برضك على جنب يا شباب. انا لا ظهرك متن شويه وتقدم رجل عن الثاني وما تنزلوش ورا بعض عشان لو واحد وقع صخره ولا حاجه ما تجيش على زميلك. يعني دايما اتني رجليك شويه. انت الان بص انزل، بص حط جسمك على الجنب، عندك فوبيا اقعد ما تقلقش، اهم حاجه اوعى تجري، لان لو هتجري بتدمر نفسك. اقعد مكان، ايوه بجنب، برافو عليك كده يا ابني. انت اللي بتعمل ده، بتعمل ايه كده؟ غلط كده، غلط. محدش يجري يا شباب، انزل بجنبك وعلى مهل، انزل بجنبك وعلى مهل، على مهلك. هصورك لو وقعت، خليك بطل، احنا بندربك عشان لما تخش الجيش.
اللي بيجري ده تجري ليه بس؟ كله ظاهر في الفيديو، اللي وقع واللي نزل كويس واللي نزل بجري كله حسب نزوله درجاته. لو وقع تحت انزل امسك نفسك. ما تستعجلش يا شباب، لو استعجلت هتأذي نفسك. ماشي بنزلهم كلها. دكتور جمال وجايين اهو، كله بينزل. يلا يا شباب بسرعه، اللي فوق ده على مين؟ اللي نزل يلا امشي ناحيه الدكتور جمال. يلا يا شباب اللي نزل يطلع. يلا الدكتور جمال يطلع على الاتوبيس. ايوه يطلع على الاتوبيس. يلا يلا يا شباب نروح قصر الساغه. يلا هروح قطاع قصر الساغه. يطلع يلا على الاتوبيس بسرعه. الحمد لله كده انتهينا من زيارة جبل أطراني ونزول الطلب بأمان الحمد لله، ونزل كل جميع الطلبة نزلوا بأمان اهوت، ربنا يسهل.